من الأسماء المرموقة في الرياضة المصرية، إنه المهندس خالد عبد العزيز الذي سبق وتولى منصب وزير الشباب والرياضة في الفترة من 2014 حتى 2018، كما تولى من قبل أيضاً مناصب عدة مثل وزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس المجلس القومي للشباب، وكان عضواً سابقاً في مجلس إدارة نادي الصيد، بالإضافة إلى أنه تولى منصب مدير اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية عام 2006 والتي استضافتها مصر. وارتبط اسم خالد عبد العزيز كثيراً بالعودة إلى الساحة الرياضية من جديد بعد رحيله عن وزارة الشباب والرياضة منذ عام 2018، وقد اختاره مجلس أمناء الحوار الوطني مقرراً للمحور الاجتماعي، حيث تضمن هذا المحور لجان التعليم والبحث العلمي، الصحة، القضية السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية. فالمهندس خالد عبد العزيز من مواليد عام 1959، حمل عضوية الاتحاد المصري للتنس منذ عام 1996 وحتى عام 2000. وقبل أن يتولى عبد العزيز الحقبة الوزارية للشباب، شارك في عدة لقاءات مع الشباب خلال البرامج الحوارية التي نظمها المجلس القومي للشباب. له العديد من الأنشطة الرياضية والشبابية، وشارك في توقيع بروتوكول مع الأولمبياد الخاص، وذلك بغرض التعاون في مجالات نشر الثقافة الشبابية وتنمية الكوادر العاملة في مجال العمل الشبابي وإنشاء قاعدة بيانات معلوماتية عن الشباب. استطاع عبد العزيز من خلال تواجده في منصب رئيس المجلس القومي للشباب من تنفيذ مشروعات تنشيط الكرة المحرومة، وخلال تواجده مقررا للمحور المجتمعي تمنى أن يصبح الحوار الوطني حالة مستمرة دائما وليس حالة مؤقتة، مشيرا إلى ضرورة أن يصبح المناخ الدائم في مصر هو الحوار الوطني، مشددا على ضرورة تطبيق الممارسة السياسية الديمقراطية الحقيقية داخل الأحزاب السياسية. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. التقرير اللي احنا تابعناه على الشاشة أعتقد ذكر كل تاريخ ضيفي العزيز المهندس خالد عبد العزيز، لكن اللي ما ذكروش التقرير وأعتقد أن الجميع بيجمع عليه أنه قبل كل المناصب دي هو يحمل لقب مهم جدا 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 اسمه الخلوق خالد عبد العزيز. مساء الخير يا خالد. يعني بتشكر جدا على الكلام الجميل. لا الحقيقة تستاهل وتستحقه، وحضرتك عارف والناس كلها عارفة أن أنا يعني قليل المجاملة جدا جدا، ولدرجة حتى في ناس كتير بتزعل مني، فلما أقول كلمة حلوة أكيد صدقها وخدها من قلبي. أشكرك أشكرك. شكرا جزيلا. أنا عارف الأول قبل ما نخش في تفاصيل حوارنا أن لك عزاء واجب للدكتور أحمد عماد، فأرجوك فضل. والله طبعا بنتقدم لمصر كلها ولأسرة الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة الأسبق بالتعزية. والله إنسان يعني تزاملنا أنا والدكتور أحمد عماد في حكومة الراحل المهندس شريف إسماعيل من شهر سبتمبر 2015 لشهر يونيو 2018. يمكن أنا كنت في الوزارة قبل كده، لكن الدكتور أحمد عماد يعني انضم للوزارة في 2015، والحقيقة ما كانش فيه سابق معرفة مع الدكتور أحمد عماد، لكن خلال الثلاث سنوات اللي تزاملنا فيهم في المجلس شفت الحقيقة يعني وزير فعلا يعني يليق بالوزارة المصرية وبوزارة الصحة كأحد الوزارات العريقة. يعني إنسان الحقيقة جاد جدا، جريء جدا، شجاع جدا، بيقتحم المشاكل دايما تقدر تعتمد عليه، كان أول واحد فينا في أي مشكلة بتحصل بهو يكون موجود ومتواجد رغم صعوبة الأحداث اللي كانت موجودة في ذلك الوقت. لكن الدكتور أحمد عماد الحقيقة كان واحد من اللي يعني وقفوا مواقف جيدة جدا. صحيح. فبنتقدم بالعزاء لأسرته وللمصر كلها وللوطن في الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ربنا يرحمه ويغفر له، وتعازيتنا طبعا لأسرته الكريمة. خلينا نبدأ مع حضرتك، والحقيقة الوصف اللي أنا وصفته لك مش مجاملة، هو فكرة الخلوق خالد عبد العزيز، وخليني أسألك فيه لأنه الحقيقة أنا أحب أن الحوار ده يبقى فيه رسائل كتير للسادة المشاهدين والمجتمع اللي بيتفرج علينا. إزاي قدرت تحافظ على فكرة الخلوق في ظل الصراعات اللي احنا عايشين فيها، وخصوصا آخر 10 سنين من أو 12 سنة من 2011 احنا شفنا كم من تفشي حالة العشوائية والصراعات والخوض في الذمم والأخلاق والمعارك الشخصية والمعارك السياسية، وانت كنت مسؤول عن وسط كان يعني مليئا بهذه الصراعات. ازاي قدرت ان انت تخرج منه خالي الصراعات وخالي المشاكل لدرجة انه ما اعتقدش ان في حد يقولك انا عندي مشكلة شخصية ابدا مع خالد عبد العزيز؟
والله طبعا الحمد لله، ده يعني نعمة كبيرة من عند ربنا انك تخرج من كل السنين الطويلة ديت. يعني انا اشتغلت في العمل العام اولا من سنين طويلة جدا، يمكن من منتصف التسعينات، لان برضو حتى العمل العام سواء في الاتحادات الرياضية او في مجالس ادارات الاندية بتبقى برضو في وسط كبير وعدد كبير من الاسر وليهم يعني مزاج مختلف ورغبات مختلفة. صحيح. ويعني احتياجات مختلفة، لكن بقدر الامكان بتحاول يعني ترضي كل الاطراف، بتحاول بقدر الامكان تبذل مجهود. لاني كنت معترف من الاول طالما انت تقدمت بورق ترشيحك علشان تخش مجلس ادارة المكان، يبقى لازم تبقى عارف ان ده ليه تبعات، وتبعات قوية. لازم هتلتزم، لازم لما يكون عندك تليفونات كتير ما تزهقش منها، لما يكون عندك طلبات كتير انت اللي تقدمت بنفسك، محدش ضربك على ايدك عشان تيجي، مش هتروح تترشح وبعدين الناس تيجي لك وتقف طوابير وتنتخبك، وبعد ما تنتخبك كل حد يكلمك يقول له انا مش فاضي بقى، انت هتقعدوا تكلموا. لا، فكنت الحقيقه شاعر بهذه المسؤوليه جدا. فالحمد لله ربنا كرمنا على مدار 14 سنه في نادي الصيد عضو مجلس اداره، وكانت الحقيقه الحمد لله يعني فتره جيده جدا تحت قياده الراحل المهندس حسين صبور. لكن في الوقت نفسه لما جيت في 2011 وظروف البلد طبعا الناس كلها عارفاها، وتقلدت منصب رئيس المجلس القومي للشباب، في ذلك الوقت كان في حاله يعني في المجتمع غريبة جدا، وكانت كل الناس كل واحد شايف هو الصح، وكل واحد شايف ان الباقيين غلط، وشايف ان كل اللي حواليه مش هم سلام، هم السبب في اللي بيحصل. فالحقيقة انك تقعد مع القطاعات المختلفة وتحاول بقدر الامكان تقنع الناس كتير، ومحتاجة صبر طويل قوي، ومحتاجة ان الناس هتهاجمك وتقول عليك كلام مش مظبوط، وبعدين بالراحة تبتدي تتكلم معاهم، ما تنفعلش، ما تاخدش الاساءة بالاساءة. فالحقيقة الفترة ديت من 2011 لغاية ما خرجت في 2012، وقت ما انتخب الإخوان في ذلك الوقت في يونيو 2012، الثمان تسعة أشهر اللي قعدتهم دول كانوا في منتهى الصعوبة، لأن كمان كان فيهم الانتخابات الرئاسية. والانتخابات الرئاسية في ذلك الوقت كان كل المرشحين الرئاسيين متخيلين ومقتنعين ومتأكدين أن الشباب هو الذي يستطيع أن يرجح الكفة. صح. فكل الوقت كان ضغط شديد جدا على المجلس القومي للشباب، كان في حالة استقطاب شديد، استقطاب ومراكز الشباب وعايزين يروحوا في كل حتة، وتجمعات في المناطق، حتى جماهير الكورة يعني كانوا بيلجأوا إلى جماهير الكورة، معتبرين جماهير الكورة ممكن تسبب ضغط سياسي وتستطيع أنها فالحقيقة الأحداث كانت صعبة جدا. وكان في ذلك الوقت حتى يعني الأمن مش في أحسن حالاته، وكان بتحصل بعض الحظر التجول، ويعني فالحقيقة عدينا من الفترة ديت بصعوبة شديدة، لكن الحمد لله بدون خسائر جسيمة يعني في المجلس القومي للشباب. فلما حصل وخرجوا الإخوان بعد كده في بعد ثورة يونيو 2013، رجعت مرة تانية، بس رجعت وزيرا بقى للشباب. مش ففي الفترة دي برضو كانت الظروف صعبة، يمكن الناس تفتكر كان في اعتصامات في الشوارع، وكان في، لكن برضو يعني بالهدوء والذهاب لكل حد وحاول دراسة الأمر وإقناعه بالشكل. أنا فاكر مرة يعني دخلت مدرجات في جمهور النادي الأهلي، لأن هم اقتحموا ودخلوا الباب قبل الميعاد المعين، والناس كانت عايزة تفتش المكان الأول وتعقمه، فدخلنا وبرضو بالهدوء كده الناس استجابت وخرجت وتم تعقيم المكان ثم دخولهم. فالواحد يعني اتعلم، والظروف علمته أن الحوار والسياسة والهدوء والصبر على الإساءات شوية لغاية ما تقدر تقنع الناس اللي قدامك. فالحمد مبدأ كمان متهيألي أنا لمحه بشكل كبير، وهو فكرة عدم الشخصنة أبدا. يعني طول الوقت أنت بتتكلم فيما يتعلق به المصلحة، حتى مع اختلاف وجهات النظر، بس عمرك ما بتدفع اللي قدامك الى انه يشك في نواياك او في الدخول في معركة شخصية معك. والله الحمد لله ما دخلتش معركة شخصية، بس في حاجة كمان يعني علمها لي والدي فعلا وانا فعلا ملتزم بيها. عمري ما جيت في مكان وحاولت بشكل او اخر اقرب اصدقائي او اقرب اصحابي. انا بحاول بقدر الامكان اقرب الناس اللي عندها كفاءة والناس اللي تستحق فعلا، يعني في الوزارة، في النادي، في اي حتة. فالحمد لله يعني الناس كلها في التعامل حست ان في نوع من الحياد شوية، او نوع من انها ما فيش اي تحيز لاي طرف، فالناس بتثق فيك بعد شوية. يعني في الاول في ناس بتبقى
متخوفة شوية لسه بتدرس، والشعب المصري وخصوصا موظفي الحكومة المصرية عندهم عمق شديد جدا وعندهم خبرات طويلة جدا في هذا الأمر، فيقدروا يقيموا المسؤول سريعا جدا يعني خلال بيوزنوه بسرعة ويقدروا يشوفوا هيتعامل معاه ازاي يعني. فالحقيقة الفترة اللي قضيتها في الحكومة كلها كانت فترة متميزة، والحمد لله لغاية دلوقتي لسه لدي صداقات كتيرة جدا وعلى اتصال بكل الناس اللي اشتغلوا معاه يعني. انا عارف العمل العام رغم ارهاقه ورغم صداعه ورغم تليفوناته الكتير ومسؤولياته الاكثر والتزاماته، لكن له رونق وله بريق محدش يقدر ينكره يعني. هل تحن الى هذا البريق؟ طبعا 100%، واذا قلت لك غير كده ما بقاش صادق معاك. انا متعود من صغري انك بتتكلم في خدمه الناس، والناس كتير جدا بتتصل بيك، ولما بتحل مشكله لاي حد بتسعد جدا، ولما بيكون في حد مثلا عنده مشكله مع ابنه ولا اي حاجه وهو بقاله كذا يوم قلقان وبعدين في الاخر بيكلمك يشكرك ان انت حليت له المشكله او يعني خليت ابنه عايش سعيد، بتجدها متعه كبيره حاجه لا تتخيلها يعني. حتى لما في انجاز بتحاول تعمل انجاز، بتحاول تحل مشكله قائمه، بتحاول تحلها وترجع للناس تقول لك والله المشكله دي بقى لها مثلا فتره ما عرفناش نحلها، لكن بتدخلك اتحلت. ده بيسعدك نفسيا وبيخليك بشكل او اخر يعني اكيد سعيد. واكيد برضو ليه جانب، مش كل حاجه يعني ان الواحد بس يتكلم في حاجات ماديه، لا في حاجات اخرى معنويه كثيرا جدا ممكن ليك بالليل قاعد سعيد جدا وتقول الحمد لله النهارده انجزت، مع ان كل الانجازات ديت ربما تكون انجازات معنويه يعني. صحيح. فبالتالي فكره الخدمه العامه والعمل العام طول الوقت انت مؤهل له وراغب فيه. والله راغب فيه طبعا، او يعني مش هقدر اقول راغب فيه، لكن هقدر اقول ان انا ما بتضايقش منه. بس الحقيقه برضو عشان اكون صادق مع الناس حتى اللي بتشاهد البرنامج، الدنيا اتغيرت في السنوات الاخيره، والناس بقت اكثر عنفا وبقت اكثر هجوما وحده وممكن وانا بلاحظه ليه، لان ساعات حد بيهاجمني مثلا في حاجه فبقى ارد عليه بقول له لا على فكره الموضوع كذا، اقول انا متاسف جدا والله، يعني يرتد بسرعه ويرجع بسرعه ليه، طب انت ايه الهجوم دي يعني من كتر الحاله، ويخليه بسرعه ينفعل وبعدين لما تقنعه او تشرح له الموضوع كل الناس تحس ان اوتارها مشدوده جدا بالظبط. صحيح. ورد الفعل سريع جدا. مزبوط. لما تقول له طب ده كذا وده حصل كذا وحصل كذا يقول لك ما تزعلش مني انا معلش تسرعت وكذا، لكن دي حاجه كويسه برضو يعني، لما وبتنشا بقى صداقات منها يعني، بحيث ان هو بقى عمل حاجه يعني مش مظبوطه شويه فبيحاول بعد كده يبقى كويس وتنشا الصداقه يعني. يقولون، ودي جملة اتقالت من الستينات والسبعينات في مصر، انه سيارة الحكومة ما فيهاش مرشدير، يعني اللي بينزل من سيارة الحكومة ما بيرجع لهاش. والله مش شرط طبعا، ممكن يكون ده الحالة الغالبة بعد ثورة 52. لكن لما نيجي نشوف مثلا ان مصطفى باشا النحاس دخل الوزارة سنة 28 أو 29، وفي سنة 51 كان هو رئيس الوزراء. من 28 ل 51 يعني حوالي 23 سنة دخل الوزارة وخرج 7 مرات. الحالة السياسية كانت مختلفة ساعتها جدا. لكن عندنا أمثلة في مصر كثيرة جدا، ناس كانت موجودة في وزارات وخرجت من الوزارات ورجعت رؤساء وزارات، وفي ناس كانت ماسكة ملف ورجعت في ملف آخر عندنا، بس طبعا حالات قليلة جدا، مش بالشكل اللي هو في تبادل زي أي دولة مفهوم. عندها أحزاب مفهوم. سياسية وعندها أنا سبب سؤالي اللي نيته كويسة، إنه لو طلب منك عملا مش بس في الخدمة العامة، لا عمل في الدولة، ما عندكش مانع، أنت استعداد للخدمة طول الوقت. محدش يقدر يعني يتأخر عن خدمة الدولة، وأنا بشكل أو آخر خدمت في الدولة في أماكن كتيرة. صحيح. جدا صحيح، مش كلها مناصب وزارية، لكن أنا من سنة مثلا حاجة و90 وأنا بتولى رئاسة حاجات موجودة في سواء الاتحاد الرياضي سواء نادي رياضي سواء صندوق التمويل الأهلي للشباب والرياضة يعني، فنظمت بطولات، وفي تنظيم البطولات ده أنت بتحتك ب19 وزراء يشتغلوا معاك. مزبوط. فبتشوف العمل الحكومي، لكن ربما طبعا الوقت بيفرق، السن ممكن يكون بيفرق شوية، لكن طبعا لو البلد طلبت أي حاجة طبعا الواحد مش هيتأخر. لا السن دي ما صدقهاش قوي، لأنه أولا ربنا يديك الصحة، ثانيا فيك حاجة غريبة بسم الله ما شاء الله. وأنا أعرف مهندس خالد عبد العزيز يعني من سنوات طويلة جدا 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 يعني، من أيام ما كان عضو في مجلس نادي الصيد، من النوادر مش القلائل اللي شكله ما اتغيرش من التسعينات يعني، اللي يعرفه من حاجة و90 لا بيكبر ولا بيصغر، هو كده. لو جبت صورته دلوقتي في التسعينات هو نفس الشعر الابيض بنفس القطيع بنفس الوش، فتحس ان انت عملت بوز في الصور، ودي حاجه يعني نعمه ربنا الحمد لله يديمها عليك يا رب دايما يعني. طيب نبدا نقتحم شويه بقى ملف اللي انت اكثر تخصصا ودرايه وعشت معظم عمرك فيه، هو ملف الشباب والرياضه.
انا عندي سؤال الحقيقه مش عارف اصيغه، بس هو هقوله زي ما هو كده. احنا ليه الرياضه عندنا محلك سر، لا بتتقدم ولا بتاخر؟ احنا تحس ان احنا في دايره مفرغه بندور في نفس السياسات ونفس الافكار ونفس الاشخاص، لا بنقدم ولا بنتاخر. لا احنا هقول لك بصراحه شديده، احنا الرياضه عندنا بتتقدم بس للاسف تتقدم. بتتقدم بس سرعه التقدم في كل المحلك اعلى منك، فبتحس انك انت مش بتتقدم. على فكره طب ده يبقى مش تقدم. بالظبط، هو تقدم على يعني في المجال، لما تيجي تقارن نفسك النهارده بالسنه اللي فاتت بالسنه اللي قبليه هتلاقي انا عملت تحسن هنا عملت تحسن هنا، لكن هتلاقي قفزات في دول حواليك او في اقليم حواليك او كده، فبتشعر دايما انك انت لا متراجع. بالظبط، او انا كنت سابق في فتره كبيره دلوقتي الناس سبقتني. فمقدار او معدل التقدم في الرياضه المصريه مش زي معدلات اخرى. طبعا. وزي نضرب امثله، يعني لما نيجي نتفرج مثلا على المغرب ممكن النهارده معدلات التقدم عندها زادت الى حد كبير. برضو الدول العربيه مثلا المملكه العربيه السعوديه في الدوري السعودي او في الخليج. شفت امبارح وزير الرياضه السعودي بيعلن عن ان في اكثر من 400 نادي موجودين في المملكه وفقوا اوضاعهم وفقا للشكل الاحترافي الرياضي المحترم. بالزبط. بالاضافه الى خصخصة مجموعة من كبار الأندية زي الهلال والنصر وكذا داخل صندوق الاستثمار السعودي. تحس ان في رؤية، في تخطيط، في حاجة بيعملوها وماشية، ممكن تتفق او تختلف بس في حاجة بتحصل. احنا عندنا فيش حاجة بتحصل، هي مجرد بس انه انا فوجئت يا باشمهندس خالد والله، اللجنة مش فاكر الثلاثية والخماسية، وهاتوا لنا يا جماعة البيان ده لو سمحتوا. انت عارف حضرتك ما اكثر اللجان عندنا في مصر، ثلاثية وخماسية ورباعية وسداسية وبيكتاجون واوكتاجون. واحدة منهم كانت بعد رحيلها عاملة بيان بإنجازاتها. فأنا جبت البيان قلت بقى ده بنشوف يمكن في حاجات احنا ما شفناهاش. أول إنجاز إقامة بطولة الدوري العام. إن مجرد بطولة الدوري أقيمت وخلصت ده كان حد ذاته إنجاز. فقلت لهم يا جماعة إذا كان مسؤول الرياضي فاهم إن هو ده قمة الإبداع والإنجاز ولازم نشكره عليه بعد رحيله، يبقى احنا عندنا مشكلة في الأساس. صحيح، بس برضه خلينا نكون منطقيين علشان يعني ما يبقاش عندنا جلد للذات قوي يعني. احنا برضو كان عندنا فترة صعبة جدا في يعني اثرت جدا، واحنا كل فترة معينة بيحصل لنا يعني نقدر نقول ايه زي مطب كبير. يعني احنا جينا كنا ماشيين بشكل مش بطال ابدا في الستينات، بعد حرب يونيو 67 وتوقف الرياضة 5-6 سنين مفيش بطولات، تأخرنا جدا وقعدنا فترة على ما قدرنا نستعيد تاني. يمكن مصر يمكن مصر خدت الأمم الأفريقية 57-59 وأول مرة خدتها بعد كده كان سنة 86. الفترة ديت في دول ظهرت في أفريقيا وبقت قوة كروية زي نيجيريا والكاميرون وتونس مظبوط. فبرضه مشينا وكنا احنا في بشكل او اخر ملوك القاره في الفتره اللي كان فيها كابتن حسن شحاته في 2006 و2008 و2010، وكنا يعني مسيطرين بشكل او اخر. النادي الاهلي ببطولاته مع مانويل جوزيه، المنتخب القومي ببطولاته مع كابتن حسن شحاته، فكنا في هذا الوقت كرويا يعني بتكلم كرويا. بس معلش يا كابتن او باشمهندس خالد، انا والله مش جالد للذات، بس هو اكيد انت اكتر مني عايز الرياضه تبقى احسن وبتغير يعني. طبيعي بنبسط لاشقائنا، بس اغير ان هم قدروا يعملوا كده واحنا اللي عندنا كل الامكانيات مش عارفين. الحاجه اللي قلته ده يمكن طفره كرويه جت على مدار الثلاث بطولات، ويمكن سببها في رايي المتواضع هي مهارات جيل، يعني جيل ربنا كرمنا بيه ان كان فيه جهاز فني على اعلى مستوى، ثم بقى التوليفه العظيمه اللي حضرتك عارفها من اول الحضري لحد عماد متعب وتريكه وبتاع، اللي هي صعب تتكرر بالشكل ده، فكان بسبب الظرف الاستثنائي ده، لكن مش تخطيط طويل المدى، مش انجاز منظومه، مش نتاج رؤيه اتحطت، بدليل ان اول ما الجيل اعتزل الدروب حصل له ايه؟ لا ثلاث سنين ما نوصلش كاس الامم. بالظبط، لكن هي برضو خلينا يعني لا نبخس الناس اشياء. مما لا شك فيه الاتحاد اللي كان موجود في فتره المرحوم سمير زاهر عمل رؤيه جديده، والرؤيه دي كانت ان احنا كيف نستغل البث التلفزيوني والتسويق الرياضي والكلام ده، ودي عملت لنا نقله كبيره. صحيح احنا ما استمريناش فيها كتير، لكن لابد ان احنا كنا نطورها احسن من كده. صح. وكان لازم نطور كمان معاها يعني التقنيه التكنولوجيه في التصوير والاخراج والتدريب ورفع مستوى المدربين. لكن لما جينا بعد كده زي ما حضرتك قلت كده الجيل بتاعنا ده بدا خلاص يعني
قعدنا 2000 من اول 2010 بقى 11 و12 ولغايه 15، دي بقى صدفه ان كان فيها ظروف سياسيه صعبه جدا وفي عدم استقرار، ورجعنا قعدنا سنه ما فيهاش دوري، سنه فيها دوري مجموعتين، رجعنا الدوري بصعوبه في 2014 يرجع لمجموعه واحده. اخذنا برضو فتره الحقيقه بس مش كبيره قوي، دي نتيجه ان احنا في هذه الفتره كان لدينا 5-6 محترفين على اعلى مستوى خارج مصر، فمستوياتهم عالية ما تأثروش بهذا الأمر. هم دول اللي شالونا شوية. إذا كان محمد صلاح بقى، تريزيجيه، نني، مجموعة من المجموعة. لا يعني بقى مجموعة من أحمد حجازي، يعني مجموعة كده قدرت بشكل أو آخر تساعد في إن احنا نوصل. وبرضو جه المدير الفني كوبر الحقيقة عمل برضو نتيجة كويسة، وقدر يوصلنا كأس عالم، يوصلنا فاينل أفريقيا في الجابون. فإلى حد ما احنا دلوقتي، أنا أعتقد إن احنا دلوقتي كرويا المدير الفني الجديد روي فيتوري أعتقد إن هو حاطط خطة مش بطالة. هو اختيار ممتاز الحقيقة، مش عارف اتحاد الكرة الحقيقة عطر فيه ازاي. اختيار ممتاز طبعا. الحاجة الوحيدة اللي عملها اتحاد الكرة حلوة دي كرامنا من خالد. بس انا شايف من ساعة ما جه الحقيقة الحاجة الوحيدة اللي نجح فيها هو اختيار روي فيتوريا اتحاد الكرة. بس انا برضو بكلم حضرتك عن سيستم، عن رؤية. يعني مش عايز اقارن عشان ما بحبش احط فكرة المقارنات دي، بس شوف اللي حصل مثلا في اتحاد كرة اليد من التسعينات لما كان الدكتور حسن مصطفى ربنا يديله الصحه رئيس اتحاد المصري لكره اليد، ومحطوط سيستم حتى يومنا هذا. صحيح. الناس ماشيه عليه. صحيح. وعشان كده شوف الطفره اللي حصلت في كره. صحيح. اليد. صحيح. وسلاسه وديمومه المنظومه. صحيح. وما تلاقيش دروبات وما تلاقيش كره اليد عدت عليها 2011. صحيح. وعدت عليها 2013. صحيح. طبعا. لكن ما تهزتش طبعا، وعندك طفرات شويه في الفولي بول وشويه كبيره في السله وباقي الرياضات الفرديه زي الرياضه وكذا بيجيبوا ميداليات. الحاجة الوحيدة اللي احضر السيارة ترجع للخلف دايما كرة القدم. فعشان كده بقول لك دي نتيجة طبيعية، لان ما ينفعش ربنا يكافئ المجتهدين هنا على رؤيتهم، وان عدم الرؤية تؤدي الى انجاز صعب 100%. برضو مش يعني لازم نذكر ان احنا عندنا مشاكل ونقول ان احنا عندنا مشاكل. احنا عندنا مشاكل فعلا في انتظام الدوري. عندنا مشاكل في التصوير والتقنية التصويرية. عندنا مشاكل في الملاعب. عندنا مشاكل في طريقة تقسيم البطولات. عندنا مش يعني إدارة الكرة المصرية الحقيقة محتاجة، يعني نستحق ان يكون عندنا إدارة للكرة المصرية بشكل عام افضل من كده بكتير. طب هسألك سؤال انت حر تجاوب عليه. الانتخابات اللي بتحصل في كرة القدم تحديدا، نظامها والمناخ العام بتاعها هو السبب في ان احنا عمرنا ما بيجي لنا ناس ربما عندهم رؤية وكفاءة بجد، وان هي مجرد نفس الدائرة هي اللي منتخبة طول الوقت؟ بص، مما لا شك فيه اصعب حاجة ممكن تدخل فيها هو انتخابات اتحاد الكورة، لان هذا الامر هو محطوط له منظومة من سنين طويلة. وهتلاقي قواعد الاتحاد الكرة في جميع المحافظات هم ناس ثابتة ومجموعة معينة مسيطرة في مجموعة للأسف. فيهم ناس ممتازة وفيهم ناس نص نص، وفيهم يعني ما فيش حاجة اسمها، لكن هم نفس نقدر نقول ايه، نفس الأجيال المختلفة هي. فلما تيجي تدخل انتخابات اتحاد الكرة لازم يكون معاك زي ما بيقولوا كده مفتاح هذه الخريطة. لو انت معاكش مفتاح هذه الخريطة اللي فيها عائلة كذا في الحتة الفلانية، أسرة كذا في الحتة الفلانية، النائب الفلاني، يبقى ما تقربش، يبقى صعب جدا حتى لو انت افضل واحد ممكن تدير الكرة. صح. المصرية. صح. وده شيء طبيعي ان انت عشان هم عشان كده قالوا ان الانتخابات ده افضل نظام عادل، لكن عمره ما يضمن لك الكفاءة. هي دي بقى الفكرة، انت لازم ترفع الوعي، ما عندكش حاجة تانية غير انك تقعد ترفع الوعي. لكن اي نظام اخر غير هذا النظام الديمقراطي الذي يعتمد على الانتخابات لن تقبله اي حاجة، لا الفيفا ولا اي حاجة. طبعا. ان هو الجمعية العمومية هي صاحبة الحق في هذا الامر. فكل ما عليك التدخلات اللي حصلت في بعض الاحيان في قصة قانون الرياضة وموضوع الاربع سنين والثمان سنين ده كان محاولة لكسر المنظومة دي. المحاولة لكسر المنظومة دي، بس هي الناس الحقيقة يعني محتاجة توضيح ليها القصة دي، لان الناس مش فاهمها قوي. الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية وأي حتة في العالم ما تمنعش حكاية 4 سنين ولا 8 سنين. خليها 4 بس، خليها 8 بس. كويس. المشكلة مش انت اللي تقول كحكومة، لكن لو الجمعية العمومية قالت لا والله احنا عندنا 4 بس ولازم كل دول يمشوا. يجي 4 أيهم مجلس آخر خلاص يمشي هذا النظام. عمرهم ما هيقولوها. لا، في ناس دلوقتي ومحطوطة في حتت كتير جدا في الاتحادات الرياضية ان انا 4 سنين مرتين وخلاص، وفي حاجات تانية انك ممكن 4 سنين وتاني مرة ما ترشحش في نفس الله. هي فكرة الجمعية العمومية وتقدر تعمل ايه. وعلى فكرة الجمعية العمومية غيرت بعض الحاجات اللي خلت الانتخابات بالقايمة. ففي حاجات بتتغير، يعني مش في حاجات ما تقدرش تغير، لا تقدر تغير. انا معاك. ازاي تقدر انا ترفع نفسي الوقت. اغير الدايرة اللي احنا بندور في فلكها. نفسي يبقى اصحاب الكفاءة، اصحاب الرؤية،
وفكره انه مش عارف حضرتك تتفق معايا ولا لا، انه فكره ان الرياضي هو اللي يدير الرياضي ده معناها لاعب كوره يعني، او حد يدير المنظومه الرياضيه دي مش بالضروره. يعني مش انا بالضرورة. لما سالت في الاتحاد الانجليزي لكره القدم لقيت لعبت كره تقريبا واحد اللي موجود في ال 18 مش عارف ايه، الباقيين ادارجيه عندهم علوم الاداره، علوم الرؤيه، التخطيط، النشاط الرياضي بيتعمل ازاي، مش عارف قصة ليها علاقة بإدارة ملهاش يعني ملهاش قاعدة ثابتة. ممكن تبقى أنت لاعب كرة ممتاز جدا وفي نفس الوقت إداري ممتاز، وممكن تكون مش لاعب كرة خالص وفي نفس الوقت إداري ممتاز. صح. لازم الناس تبحث عن قصص النجاح. ابحث عن قصة النجاح وانت بتختار، شوف تاريخ ده عمل ايه، تولى ايه قبل كده وقدر ينجح فيه، كان اداؤه شكله ايه، هل مسك الجزء ده طور فيه لما مسكه بعد 4 سنين. ما انت عارف يا باشمهندس انه ما تزعلش مني، مش ده اللي بيحصل. لا مش ده اللي بيحصل. والحقيقة كمان الغريب انه اعضاء الجمعيه العموميه مع كامل احترامي اللي هم غالبيتهم من الانديه اللي يمكن ما نسمعش عنها، لانه مش الناس فاهمه ان اعضاء الجمعيه العموميه ده 14 او 18 نادي في الدوري الممتاز، بتتكلم على انديه طبعا كثيره لها كل الاحترام، يعني حتى ما اتعلمتش من فكره انها سمعت مثلا من خالد عبد العزيز وعود كتيره وجت دوره وما حصلش حاجه، وجت الدوره اللي بعدها وخد نفس العود ونفس العشوه اللي حصلت ليله الانتخابات وتجميعه الكباب والكفته المعروفه، وتاني يوم برضه ما حصلش حاجه، ومع ذلك نفس الدايره بتحصل بنفس النسق وكاننا عجبانا المنظومه دي. بص طبعا كابو كفته الكلام ده برضه كلام ليه انا ماليش دعوه بيه خالص. لا انا بص عايز اقول لحضرتك حاجه، الانتخابات طول ما عمرها معروفه انها لا تفرز افضل الاختيارات، ده دي معروفه في العالم كله ومش بس في الرياضه، في اي حاجه. لكن احنا بنقول ايه، ان كل جمعيه عموميه بقدر الامكان تحاول تنتقي على الاقل، يعني اذا كان حتى في نسبه مجامله لبعض الناس ما يبقاش كل المجلس، لكن برضو احنا لسه ما زلنا بنحاول نعمل التوازن، يعني عايزين حد من جنوب مصر وعايزين حد من شمال مصر وعايزين حد من دول القناه عشان نقدر نجمع اكبر اصوات، ودي طبعا تكتيكات انتخابيه ما تقدرش تتكلم فيها خالص. لكن كل اللي بنقوله مصر فيها كفاءات كتيره جدا، اذا الجمعيات العموميه في اي حته بحثت عن الكفاءات وقدرت تشوف ان فعلا لازم ننتخبها اعتقد بشكل او اخر هتتحسن. طيب السؤال الاخير قبل ما نروح للفاصل، ما هي مشكلتنا كمان، معلش انا بس يعني حريص على النقطه دي قوي، لانه بلدي وكره القدم دي مش بس حضرتك مسكت الملف ده، انت عارف انه مش مجرد لعبه والناس بتلعبها، لا طبعا. انا بعتبر انه جزء من الامن القومي وسعاده المصريين، وبالاضافه بقى لانه صناعه واقتصاد وكده. طبعا طبعا. المشكله ان هختار الكفاءات منين اذا كانت كفاءات ما بتقربش من الانتخابات؟ ما حضرتك اهو كفاءه انا باقر بيها، اخر مره دخلت انتخابات اتحاد كره امتى؟ مش هتخش ولا هتقرب. لا ده لسه جاي لك للزمالك قريب، بس يعني هي المشكله ان حتى لو انا بدور على الكفاءه مش هلاقيها في القوائم اللي قدامي، لان الاكفاء ما بيقربوش، يقول لك انني دخلني في المستنقع ده. في ناس بتقرب، يعني في ناس بتقرب وبتحاول، لكن هما ساعات احيانا، وده برضو اللي بنناشد بيه الجمعيات العموميه، ان هما بيضعوا بعض الشروط في المرشحين ما تخليش المرشحين يقدروا، يعني لازم مثلا يجي يقول لي انت عشان تدخل الانتخابات لازم تكون لعبت على المستوى الدولي. خلاص في ناس كتير مش حتى انا مش بتكلم على كره القدم، انا بتكلم بصفة عامة. بصفه عامه لازم تكون مش عارف مثلت الفريق الاول في النادي اللي او كنت في عضو مجلس اداره. السؤال ليه؟ يعني ليه لازم تبقى لابس الشورت ليه؟ هو طب يعني هو خلي بال حضرتك هو بلاترس كان بيلعب كوره، لا انفنتينو ولا يعني انا بتكلم على رئيس المنظومه الكبيره بتاعه الفيفا، مع عمرهم ما دخلوا المستطيل الاخضر، لكن هو يقدر يدير. فهي دي النقطه، يعني ان لازم تدير، تقدر تدير بشكل او اخر يعني. لكن اللي حصل في معظم الاوقات اللي كانت عندنا انه مش كل الناس على فكره اللي جت، يعني كان عندنا النائب محمد احمد رئيس اتحاد، كان عندنا الدكتور عبدون كان رئيس اتحاد، يعني كان عندنا ناس مش وفي نفس الوقت كان عندنا محمد حسن يعني طبعا الالقاب وكل حاجه. فانا بقول كل الفكره ايه، حسن الاختيار هي مسؤولية الجمعية العمومية، وكل اللي بناشد بيه الجمعيات العمومية حينما تضع اللوائح التي تنظم حق المرشحين في الترشح انها تعمل حسابها على الاقل، ان ممكن يقولنا ناس يعني شاطرين قوي في الادارة ومش لازم يكونوا قدوا على المستوى الدولي. وحاجة انا معاك 1000000%، بس هزيد عليها انه في لوم ولا عتاب على من هو مثلك يا باشمهندس خالد، انه فكرة الإحجام عن المشاركة خوفا من الدخول في الصراعات والمشاكل، ويقول لك أنا عمري ما أخش في المناخ ده، للأسف بيترك الساحة لأنه الاختيارات تبقى محدودة قدام الجمعية العمومية. دي حاجة، وساعات هما يحط في اللوائح أنه ما يسمح لكش. ماشي، بس إذا سمح على فضل الله.
مش مصدقك قوي دي بس هنتكلم فيها بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. حواري موصول مع المهندس خالد عبد العزيز، وكنا بنتكلم عن المنظومه الرياضيه بصفه عامه، وتحديدا ملف كره القدم اللي بيشهد بعض المشاكل اللي احنا بندور في فلكها من سنوات طويله جدا، وكنا بنبحث لها عن حلول. والكلام هنا يقودنا مباشره الى نادي الزمالك، ويمكن رغم عشريتي الطويلة المهندس خالد، الخلاف الوحيد اللي بيني وبينه انه هو زملكاوي وانا اهلاوي، لكن ازعم ان احنا متحضرين، يعني بينا حب واحترام رغم اختلاف الالوان. نفس الكلام متعلق بنادي الزمالك يا باشمهندس خالد. نادي الزمالك برضو بيدور في فلك مشاكل متواصلة من الحقيقة، مش من سنتين تلاتة، احنا بنتكلم على سنوات طويلة جدا، وعزل ولجان منتدبة وتحقيقات وتدخل الوزارة ورجوع لبعض الأشخاص وعودة الأشخاص تانية، وأكثر من مرة كان في فرصة لانتخابات. وأنا عارف أن حضرتك عاشق للزمالك، وناس كتير بتثق في إمكانية إدارتك لهذه المنظومة، لكن برضو أنت أعتقد كان ليك تصريح شهير قلت أنا على استعداد دايما لخدمة الزمالك، بس أنا شايف أن الجو العام مش مناسب لوجودي. الحقيقة أنا قلت كده فعلا، يعني سئلت على موضوع ملف رئاسة نادي الزمالك، وقلت إن رئاسة نادي الزمالك ده شرف لأي حد، ومنصب رئيس نادي الزمالك ده يعني حاجة كبيرة قوي يعني. لكن فكرة العملية الانتخابية والعملية الترشيحية وترشح نفسك وتملى استمارة في ظل الظروف اللي بيمر بيها نادي الزمالك، عملية يعني صعبة جدا. والحقيقة زي ما حضرتك قلت إن الزمالك بقاله فترة طويلة بيمر في مشاكل مختلفة، ولجان بتتغير ومجالس بتتغير وحل مجلس الحياة. الزمالك يعني مشكلته من فترة طويلة جدا أن كوادر نادي الزمالك لم تبنى على مدار كبير، وكل مجلس بيجي يختلف عن المجلس اللي قبليه، والناس كلها تتغير. وده المفروض في الأندية الرياضية بشكل عام، أنه لازم تبتدي تجهز كوادر بشكل أو آخر، لأن إدارة النادي الرياضي اللي ليه جماهيرية كبيرة زي نادي الزمالك ده في خبرات كبيرة قوي لازم تديره طبعا، وخبرات دي مش بس خبرات إدارية، ده خبرات سياسية، وإزاي تتعامل مع الجماهير، وإزاي يعني الحقيقة يعني وإزاي تتعامل في ظروف مالية صعبة وبتقابل مشاكل قانونية كبيرة جدا على مستوى دولي. لكن اللي أنا شفته يعني معظم مجالس إدارات نادي الزمالك في العشرين سنة الأخيرة تقريبا بيحصل فيها تغيير 70-80% من ونادر جدا لما تلاقي حد موجود مثلا من 15 سنة أو 20 سنة، أو كان هو عضو مجلس إدارة تحت السن ثم طلع للعادي ثم بقى أمين صندوق، يعني نادرا لما بتلاقي حد. بس هو سؤالي يا فندم، اشمعنى نادي الزمالك؟ يعني في أندية كتير، سيبك من الأهلي عشان أنا عارف حسيت طبعا الكلام عن الأهلي والزمالك، لكن معظم الأندية ممكن مثلا أندية كبيرة زي الاتحاد أو الإسماعيلي أو يحصل لها مثلا تعثر مالي، بس بتحس ان الاستقرار الاداري موجود، بتحس ان في بنيان او كيان موجود طول الوقت مفيش قلق عليه. الزمالك حاله فريده. صحيح، يعني الزمالك حصل خلافات كتيره بين الساده اعضاء مجلس الاداره في النادي من اكتر من 20 سنه وخلافات كبيره جدا، وخلافات ترسخت ووصلت للمحاكم وبين حتى الاعضاء المجلس. مزبوط. يعني ووصلت للقضايا والمحاكم واصبح الخلاف مستعر جدا بشكل ان الموضوع بقى شخصي، وبقى قصدي حضرتك ان المناخ بقى محتقن للغايه، وان الموضوع بقى وصل للمحاكم. طيب انا انت هتكسب، انا مش هخليك مستقر وهفضل ارفع عليك قضايا. لو انا اللي كسبت، طب الطرف الخاسر مش هيسيبك وهيفضل يرفع عليك. بيحصل طول الوقت. فانت دايما حتى المجلس اللي موجود دايما مهدد بالقضايا، وتلاقي عنده جلسه بعد اسبوعين وجلسه بعد شهر وجلسه بعد شهرين. صح. والراجل الراعي اللي جاي لك يتعاقد معاك مش عارف، طب انا هقضي معاك النهارده العقد، بس انت بعد اسبوعين موجود ولا في لجنه اخرى ولا هيصدر قرار. صحيح. من القضاء الاداري. فهذا الاستقرار بشكل او اخر بيخلي ان مفيش استمراريه ماليه ولا قانونيه ولا اداريه ولا فنيه حتى للاعبين. هذا عدم الاستقرار بيخليك تفكر تقول ايه، طيب انا النهارده لو حتى تقدمت، حتى لو يعني جدلا تقدمت اوراق ترشيحي، وهفترض جدلا ان الجمعيه العموميه اختارتني، اول ما الجمعيه العموميه تختارك بعد 5 دقائق او 10 دقائق ستلاقي قضايا مرفوعه عليك في القضاء الاداري بالطعن في نتيجه الانتخابات اللي انت اللي عملتها دلوقتي. اول ما يطعن في نتيجه الانتخابات دلوقتي هيتحدد جلسه لنظر الطعن بعد شهر، هتبقى لسه اول جلسه، تاخد لها شهر كمان، تاخد لها شهرين كمان، تحجز للحكم بعد 3 اشهر. هتلاقي نفسك بعد 3 اشهر من رئاسه النادي في قضيه محجوزه للحكم بعد شهر.
ما انتش عارف تشتغل يا جماعه، انا قاعد كمان شهر صحيح. والاوراق المقدمه كلها تحتمل وتحتمل، يقول لك واحد مسك استماره لقاها واقعه على الارض مختومه، مش عارف الامضه مش عارف ايه. فهتلاقي كمان حتى لو انت بتفكر تحل المشكله هتجيب شركه مثلا او هتجيب راعي تقول له انا عايز اعمل معاك عقد 4 5 سنين، يقول لي والله ايوه احنا اشتغلنا مع بعض يا خالد فتره معينه وده، طب بس نستنى بقى القضيه بتاعتي، نستنى الحكم، نستنى الحكم. فنيجي نستنى الحكم، هنفترض ان الحكم طلع انا هطعن في الحكم لان انا كذا، فيبقى يقول لك طيب هتروح دايره فحص الطاعون، تلاقي النادي فضل يضرب. الحقيقه في انديه اخرى باعلان نتيجه كل اللي خسر هن اللي كسب وما بتشوفوش، ده بالعكس ده ممكن ما بيشوفوش، ده بالعكس ممكن يكون بيقف معاه وبيسنده من بره حفاظا على الكيان وحبا في الكيان. فمن اول دقيقه المجلس المنتخب بيبتدي يشتغل ازاي انا هعمل حاجه في الوقت ده علشان اقدر احسن النادي او اخده المنطقه تانية. ده مش الحال في نادي الزمالك على يعني اي حضرتك متفق على انه واحده من اهم مشاكل نادي الزمالك هي كوادر نادي الزمالك نفسها، يعني المشاكل الاداريه اللي موجوده في نادي طبعا الزمالك. معظمها احنا مش بنتكلم على كل طبعا الا من رحم ربي يعني. هذه الحاله موجوده في نادي الزمالك النهارده بقى لها حوالي 20 سنه او اكتر شويه، ولو شفنا مجالس الادارات اختلفت ازاي، ولو شفنا اللجان اللي جات ورجعت ومجالس راحت ورجعت، وده رفع ده على قضيه وده تم تعيين وده طويله جدا. وبالتالي الناس بتقول هو ليه الرعايه في النادي الاهلي اعلى من رعايه في نادي الزمالك او في رعايه في اخرى وكذا، ملهاش علاقه قوي بقدر ما هي ليها علاقه ايضا بان انا مش عارف هو ايه اللي جاي وايه اللي هيروح واستقرار شكله. الاستقرار ده بيأثر فنيا، ده شيء طبيعي جدا. فانت عندك مشكله اداريه وعندك مشكله قانونيه، لانك لازم كمان في الوقت اللي عندك مشكله اداريه بتقع منك بعض المشاكل مع لعيبة ومع مدربين ومع عقود ومع كذا، فبتلاقي عندك مشكلة قانونية مع الفيفا والكاس والحاجات دي. وعندك قصدك ان انت ما عندكش وقت تدير، انت طول الوقت مخصص لحل المشاكل والقضايا، بتحل مشاكل وهتلاقي فورا حد بيتهمك اصل ده نجح عشان كذا واصل ده كذا وده. التركيز المهم انت ازاي قاعد تركز، لان انت داخل على موضوع مش عايز اخش من اول يوم اول ما انجح اول ما اقعد على الكرسي اقول لهم يا جماعه الحقيقه متاسفين جدا اذ نادي الزمالك بيمر بازمه ماليه كبيره مش انا. لا طب ما انت قبل ما تقدم الترشيح ما انت عارف ان نادي الزمالك صحيح. يبقى انت لما قدمت نفسك في الترشيح هتقول للناس يا جماعه انا اذا قدر لي وبقيت رئيس النادي هقعد احل المشكله 1 2 3 4. تمام. واحنا اتعلمنا في الاداره لما يكون عندك مشكله كبيره كده قسمها مشاكل صغيره، شوف المشكله الاولانيه ايه، اذا كانت المشكله الاولانيه حجز على الحسابات هنحل دي ازاي، اذا كانت عندنا مشكله قانونيه هنجيب لجنه قانونيه من اعضاء الجمعيه العموميه تحلها ازاي، عندنا مشكله فنيه هنجيب عندنا لعيبه كوره وعندنا ناس يعني اباطره كره القدم موجودين من نادي الزمالك هيحلوا وتبتدي تتقسم وكله يشتغل في اطار واحد. لكن للاسف مش هي دي، مفيش حاله الهدوء اللي تسمح ليك حتى يعني في اي دوله يقول لك لو في استقرار ممكن الدولة دي تتقدم. مليون في المية. مفيش استقرار هتلاقي الدولة دي بتخش في مشاكل، ده شيء عموما في الإدارة وفي السياسة في أي حاجة. فللأسف نادي الزمالك ما هوش مستقر. وللأسف ما قدرش حد كبير يجي يحط بروتوكول كده ويقول يا جماعة احنا هنخش انتخابات ونحتكم للجمعية العمومية ولينا شرط اللي الجمعية العمومية تختاره خلاص ونسكت ونعمل. مفيش حد قدر قبل ده كمان يا باشمهندس يجمع كل كوادر وخبرات نادي الزمالك. يعني في رأيي ان نادي الزمالك محتاج الاول مؤتمر مصالحه للجميع ولم شمل ونسيان الخلافات واعلاء مصلحه الزمالك، وزي ما كل واحد يمضي تعهد كده انه اللي هينتخب بحق كلنا هنبقى وراه، تاني دي البدايه. دي البدايه. والنقطه الاساسيه كمان ان انت لما الخلاف بيفضل يتراكم 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 لغايه ما بيوصل خلاف صعب حله، لانك انت استخدمت كل وسائل التي لا تستطيع معها حل وانت في الخلاف. حلقت كل المراكب بالظبط، وفي نفس الوقت في حدود للخلاف، احنا ممكن نختلف وممكن كذا بس هناك حدود، الحدود اذا تجاوزنا هذه الحدود في الخلاف العوده بتبقى صعبه جدا. ويعني الواحد جرب حاجات كتير جدا يعني ما بتديش فرصه انه يرجع. ليه؟ لانك تجاوزت 1 2. فانا كل اللي بقوله الموضوع في نادي الزمالك الحقيقه يعني انا صعبان عليا طبعا نادي الزمالك، واتمنى ان شاء الله انه يعني حالته تتحسن من كل حاجه الماليه والاداريه والفنيه والفريق يعود لسابق، لان حتى الاهلاويه هيبقوا عايزين نادي الزمالك كده، لان المنافسه بينهم هي انا بقول اهوت لو انا اهلاوي ونادي الزمالك ما بيشاركش في الدوري انا مش هبقى مبسوط في انا عايز نادي الزمالك عشان هي المنافسه دي اللي مديها الحلاوه، هي اللي مديها الحلاوه وهي ودي حاجه احنا اتولدنا عليها يعني. صحيح. فيعني اتمنى ان شاء الله ربنا يعني يكرم في يعني في الاوقات القادمه ونادي الزمالك يقدر يعود يعني الى سابق امجاده يعني.
اهلا بحضراتكم مره تانية. الحوار موصول مع ضيفي العزيز مهندس خالد عبد العزيز، وهنغلق بقى مؤقتا ملف الرياضه بالكامل وننتقل لملف تاني اعتقد انه ملف جماهيري بامتياز لانه متعلق بالوطن واولويات الوطن واجنده الوطن في الفتره القادمه، وهو موضوع الحوار الوطني اللي دعا اليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلقت جلساته الاسبوع قبل الماضي ومستمره على مدار 3 ايام في محاوره الثلاثه السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واللي المهندس خالد ضيفي مقرر محوره الاجتماعي. قبل ما نخش في التفاصيل، هل فوجئت باختيارك مقرر للمحور الاجتماعي او استدعائك في هذه المهمه؟ الحقيقه ايوه اللي فوجئت، الحقيقه كان في الصيف اللي فات وتلقيت دعوه من الدكتوره رشا راغب رئيس الاكاديميه الوطنيه للتدريب بانضمام للحوار الوطني، يعني كواحد مدعوين للحوار يعني، وجميع يعني في اصدقاء كثير ليا تلقوا نفس الدعوه يعني للحضور يعني، ثم بعدها كمشارك عادي يعني. لكن بعدها يمكن بحوالي 72 ساعه يمكن 3 ايام بالظبط لقيت اتصال بقى تليفوني من الاستاذ ديار اشوان المنسق العام للحوار الوطني، فقال لي انت مدعو للحوار. فقلت له الحقيقه انا يعني جالي تليفون من بتبعت لي على التليفون دعوه من الدكتوره رشا يعني. قال لي لا يمكن يكون في بعض احنا لسه بنعمل بعض التنظيمات والترتيبات، لكن يمكن ليك دور اكتر من انك تبقى مشارك يعني. فقلت له طب يعني تحت امرك في اي حاجه، وانا علاقتي بالاستاذ ديار اشوان يعني ممتده من ايام الجامعه يعني. فبرضه بعديها بفتره كده قال لي ربما يكون في دور يعني اكبر شويه تنظيمي اكتر شويه، ده احنا لسه بنعمل محاور مختلفه. ثم مثلا على اواخر شهر 9 كده عرفت ان انا هبقى متولي يعني مقرر محور المجتمع يعني. وفوجئت؟ فوجئت طبعا يعني. فوجئت. مفاجأة سارة طبعا في اي حاجه بتحس ان في حاجه مهمه والناس كلها بتستناها وبتفكر فيها ودعوه من الرئيس. فطبعا دي كانت حاجه مهمه، وخصوصا يعني ان الشخصيات اللي كانت برضو متوليه المحاور الاخرى يعني استاذ دكتور علي الدين هلال المحور السياسي والاستاذ دكتور احمد جلال المحور الاقتصادي، فدي طبعا حاجه مشرفه، قامت كبيره طبعا. وانت تستحق كمان. اشكرك وجودك في هذا المكان. فكرة انطباعك الشخصي قبل ما نتكلم عن فكرك كمقرر المحور، انطباعك الشخصي عن الحوار والدعوة للحوار، وانت ده عارف طبعا مصر والمواقع والسوشيال ميديا والمنتديات وناس بتشكك وناس بتقول الحوار شكلي معمول بس علشان يبقى اسمنا عندنا حوار وطني وديمقراطية وشكل فيه تعدد آراء، وفي ناس تانية بتقول لك لا ده بناء على اللي احنا شفناه في المقدمات لا في جدية وفي اختلاف وفي تعددية وفي سقف مفتوح للكلمات حتى اللي سمعناها حتى الآن. انت انطباعك الشخصي ايه عن الحوار وجدواه؟ الحقيقة انطباع الشخصي تغير خلال فترة من وقت الآخر يعني. يعني ما هوش انطباع ثابت يعني. عندما دعا السيد الرئيس في ابريل من العام الماضي لهذه الدعوة، انا كنت شايف انها كنت متوقع انها تبقى دعوة للحوار السياسي. وكانت حوار كنت متوقع انها دعوة بين حوار الأحزاب، وهي محاولة مهمة جدا لتفعيل الحياة الحزبية السياسية، لأنها في وقت كانت بدأت تبقى فاترة بشكل كبير قوي يعني، الناس بقلت أن السياسة غائبة يعني. ففي الفترة دي كنت حاسس، لأن أنا كمان أعلم أن السادة أعضاء الأحزاب السياسية هم عندهم حماس وعندهم جرأة وعندهم كذا، فقلت أن هذه الدعوة من السيد الرئيس حتى كمان شكل اللي كان الشخصيات اللي موجودة في نفس هذه الدعوة تدي انطباع كبير أن الحوار السياسي هيبقى حوار قوي وحوار مهم. وفعلا هم الحقيقة تجمعوا كأحزاب سياسية بعد هذا الأمر يمكن بأسبوع أو 10 أيام، وفي مايو طلعوا وثيقة بتقول إن احنا هنشارك في الحوار وهنبذل أقصى مجهود وهنستعد استعداد جيد لهذا الحوار يعني. ثم الحوار تطور بعد كده لحوار وطني بنتكلم على محاور مختلفة يعني. هديت الدنيا شوية والدنيا والوقت طال شوية، وأنا حضرت جزء من بعض الاجتماعات في مجلس الأمناء، حسيت قد إيه الموضوع صعب. انت ما عندكش سابقة قبل كده تقدر تحط عليها المنهج نفسه، وعندك عدد يزيد عن 180 ألف مقترح ورأي اتبعت لك في محاور مختلفة، وعايز تختار مقررين للجان الفرعية، وفي نفس الوقت هم 21 شخصية من مجلس الأمناء يمثلوا إيديولوجيات مختلفة وأحزاب مختلفة، فكل واحد دي رأي حتى في اختيار العناصر اللي هتدير اللي. ولازم تعمل توازنات لأنه في الآخر حوار مفتوح وحوار وطني وحوار عام. فحضرت يمكن مرة، أنا مش عضو مجلس أمناء، لكن حضرت مرة أو مرتين الاجتماع. اجتماع بيقعد بالعشر ساعات وبيحصل فيه مناقشات،
والهدف الأساسي منه أنه محدش عايز يحوله المكلمة. فبعد الاستقرار على مقرري اللجان الفرعية كان في ناس كتير حقيقة ما تشرفتش بمعرفتهم قبل كده، لأن هم من أحزاب مختلفة، من بعض الأكاديميين، من بعض الخبراء. فلما تجمع معايا المحور المجتمعي، وأنا عندي 6 لجان في المحور المجتمعي، كل لجنة من اللجان دي ليها رئيس ومقرر ومقرر مساعد، فبدأت ألتقي بالسادة الأفاضل دول، لقيت الحقيقة قامات كبيرة قوي. يعني مثلا في المحور في اللجنة الثقافية، الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة اسكندرية، الدكتور أحمد مجاهد وكيل أول وزارة الثقافة السابق. في التعليم الدكتور جمال شيحة كان رئيس لجنة التعليم في البرلمان، الدكتور محمود أبو النصر كان وزير التربية والتعليم سابق. فابتديت الحقيقة أحس يعني حتى اللي ما كنتش أعرفهم قبل كده ولا اسما، يعني مثلا حتى الدكتورة نسرين اللي ماسكة الأسرة والتماسك المجتمعي، والدكتورة ريهام، الحقيقة عندها خبرات كبيرة قوي، ومصر فيها الحقيقة ناس كفاءات. يعني كفاءات. دكتورة نيفين عبيد اللي ماسكة قضية الزيادة السكانية، حتى الشباب أحمد وزكي اللي ماسكين موضوع الشباب بشكل أو آخر، الدكتورة رندا والدكتور محمد حسن في الصحة. فلقيت فعلا وبيمثلوا قطاعات مختلفة وأحزاب مختلفة، فأنا قاعد مع إيديولوجيات وأفكار مختلفة، وكلهم مصممين يعني يطلعوا حاجة كويسة، ويبقوا فرصة إن الدولة ادتهم منصة يظهروا منها. صحيح. لأن الأحزاب ما عندهاش كتير إنها مزبوط. فهم ممثلين الأحزاب كتير، فاشتغلوا بجدية شديدة، وكان اقتناعي الحقيقة برضو يا تامر إن أدائنا هو اللي هيخلي الموضوع مهم أو لأ. إذا احنا أدينا أداء جيد وبقى فيه إخلاص وفي موضوع فعلا بتطلعه وسيستم محطوط بشكل أو آخر، الناس هتشعر بجدية. تمام. لو احنا خدناها كده مجرد حاجة نظهر فيها ونطلع ونتصور الناس هتشعر على طول، الناس مليون في المية يعني الناس عندها سنس للحقيقة. فالحقيقة كمية الاجتماعات اللي حصلت والموضوعات، وانك يجي لك مجموعات ورق قد كده لكل لجنة من اللجان، واحنا فوجئنا يعني 180 ألف طلب ومقترح، تلاقي منهم اكتر حاجة جت للمحور الاقتصادي 37% من الحاجات دي، و 34% جات للمحور المجتمعي، و 29% جات للمحور السياسي. فطبعا لما توزع الكلام ده انا فوجئت برضو ان لما تيجي على المحور المجتمعي بقى تلاقي اكتر حاجتين جوم الثقافه والاسره والتماسك المجتمعي. مش انا كنت متخيل التعليم والصحه. يا سلام. فدليل ان في حاجات سريعه الناس عايزه تحس بيها. وانا الحقيقه مش عايز وزكيك في هذا الموضوع لان ما فيهاش تزكيه، بس انا رايي الحقيقه او انا مراهن بشكل كبير جدا 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 في الحوار الوطني على المحور الاجتماعي. طبعا سياسه مهمه والاقتصاد كمان مهم، لكن انا رايي انه مفاتيح الامه دي في مجتمعها، في ثروتها البشريه اللي هي مفاتيحها بقى تعليم وصحه وتماسك اسري بالاضافه الى البعد الثقافي. فانا رايي ان المهمه المكالة اليكم هي الاكثر حرجا. هي طبعا متنوعه وبتمس كل أسرة يوميا. مزبوط. سواء بقى تعليم أو صحة أو أسرة وتماسك مجتمع أو حتى قضية الزيادة السكانية أو شباب مثلا ده نسيتها ازاي. دي مفتاح كل القضايا. فهي قضايا كلها ملحة، لكن برضو ما نكرش أن الدراما لعبت يعني تأثيرا كبيرا في رمضان السابق والأسبق، يعني لأن الدراما اللي اشتغلت على بعض المشاكل المرأة والأسرة عملت حالة في المجتمع انه لا يا جماعة احنا محتاجين بعض التعديلات التشريعية فخلت ناس كتير تدلي برأيها في مقترحات والامور ديت، وبقت الموضوع سخن بشكل كبير قوي في حتى فالحقيقة احنا بصدد دلوقتي موضوع مهم جدا لو احسننا الاداء فيه. الاداء. طب هنا سؤال مهم، وانا متفق مع حضرتك ان ادائكم جميعا حتى طبعًا. أصغر مشارك هو رهان الأساسي على المخرجات والنتاج اللي احنا متوقعينه وبإذن الله يكون إيجابي. هنا السؤال الأهم بقى إنه السيد الرئيس هو الذي دعا إلى هذا الحوار، فبالتالي فكرة تواجد الإرادة السياسية متوفرة وإلا لم يكن ليدعو لهذا الحوار، فبالتالي هو عايز يسمع وعايز يشوف أفكار ربما تكون خارجة عن المنهج الحكومي اللي الحكومة ماشية به منذ سنوات. هنا بعرفتك وانت تعاملت مع السيد الرئيس عندما كنت عضوا في الحكومة لسنوات، هنا الرئيس اولا استعداده لتقبل مخرجات الحوار حتى لو طلعت عكس الرؤية اللي احنا ماشيين بيها، حتى عكس السياسات الحكومية، هنا استعداد الرئيس وتقبله لتغيير الاولويات وتغيير المنهج عامل ازاي؟ اولا وانا دي انا بكلمك بقى من ناحية سياسية.
الرئيس يعني تفضل بثلاث إجراءات مختلفة من وجهة نظري. أيوة. زي اللي هي إيه، بترفع مستوى الأداء، بتعمل حركة. كانت أول حاجة حينما وافق مباشرة على التوصية اللي خارجة من مجلس الأمناء اللي بتقول الإشراف القضائي الكامل على كل، فتقريبا في خلال 24 ساعة كانت في موافقة على توصية جاية من مجلس الأمناء، فده بشكل أو آخر زكى الأمر. الكلمة الافتتاحية التي كانت مسجلة في افتتاح الجلسة يوم افتتاح الجلسة الافتتاحية كانت محددة. أنا دعيت لهذا الأمر، أنا منتظر هذا الأمر، بأكد إن لو التوصيات جت على المستوى المطلوب هيتروح جزء للحكومة توجيهات الحكومة لتنفيذها مباشرة، أو هتروح للبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ لإجراء التعديلات التشريعية. ودي كانت يعني كلمة مسجلة من السيد الرئيس في بداية الجلسة التعديلية. مظبوط. فدي برضو أصبحت حاجة يعني واضحة قدام كل الناس الموجودين. حاجة التالتة، حينما حال أخيرا المشروع بتاع القانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم، الحكومة كانت ستتقدم به مباشرة إلى مجلس النواب، فالسيد الرئيس وجه إن الحكومة تبعته للحوار الوطني يدلي برأيهم فيه قبل أن تقدم الحكومة. مظبوط. فالحاجات دي إلى حد ما يعني خلت فيه شعور عام أن لا، فيه اهتمام، وفيه اهتمام إذا أحسنتوا المخرجات المطلوبة من التوصيات سيتخذ كل الإجراءات الفعلية لتنفيذها. ممتاز. فده الحقيقة كان يعني شايف أنها مؤشرات وضمانات، مؤشرات وضمانات تعمل حالة رضا عام، لا وتخليك تشتغل عشان تحاول تطلع يعني. صحيح. كل صحيح. اللي أنا بقوله أن احنا مش لازم نطلع توصيات في كل حاجة، أو ممكن يكون في حاجات الناس عارفة التوصية اللي موجودة فيها لكن هي ما كنتش اتنفذت. صح. فممكن يبقى لما تطلع التوصية دي تبقى بتعمل حركة عشان تنفذها. يعني لما يقول مثلا يعني ارتفاع سن الزواج بتاع الفتيات، ده هيقلل شوية القضية زي السكر. مش كلام جديد. لكن ممكن ما يكونش مفاعل قوي، ممكن لو طلع بقى قانوني يجرم هذا الأمر. صح. بقى كذا حزبة إجراءات في تقليل الزيادة يعني. السكانية. تمام. فهي ربما تكون هناك بعض الأفكار الجديدة، وربما تكون هناك أفكار إحنا عارفينها لكن ما تنفذش، ممكن ده إلقاء الضوء عليها ربما يكون بشكل أو آخر ضغط يعني في ضغط من التنفيذ. إحساس الناس كلهم إن هم من جميع التيارات السياسية والأحزاب السياسية بتتكلم وبتقول اللي هي عايزاه وبتطلب اللي هي وبتقول توضح وبتقول بعض الأخطاء اللي حصلت في الوقت السابق وكيفية علاجها. هذا الأمر يعني أنا شايفه إيجابي جدا، خصوصا إنه مزعل الهوى طول الوقت. مزبوط. فانتش مخبي اي حاجة، وما انتش مثلا بتسجل وتمنتج وتعمل علشان الناس ما تسم... اللي عايز بيقول اي حاجة بيقول. فالحقيقة انا شايف ان هذه الحالة لو استثمرت بشكل جيد انا اعتقد انها ممكن تبقى على يعني مدار السنوات القادمة ممكن تكون حل مفيد لبعض المشكلات الانية، حتى لما تظهر مشكلة ممكن تبعتها انها تشوف يعني. من خلال وجودك في المطبخ بتاع المحور المجتمعي وسماعك لجزء كبير من المناقشات، وقعدتوا دلوقتي كان ثلاث جلسات، قعدنا طبعا قعدنا جلسات تحضيريه كتير، لكن احنا قعدنا جلستين، كان في جلسه المفروض يوم الخميس بس اجلت لظروف المكان جلس يعني يومين، يوم كان في جلستين ويوم جلستين، يعني اربع محاور من السته اشتغلنا فيهم. تمام. منهم التعليم ومنهم الثقافه ومنهم الزياده السكانيه ومنهم الاسره والتماسك المجتمعي. في رأيك كنوع من القراءة أو الاستقراء، إيه اللي متخيل أنه ممكن يحدث فيه تغيير أو هتنجزه فيه إنجاز كويس بتقول أعتقد أن إحنا هنعمل حاجة كويسة نقدمها للناس؟ أعتقد أول حاجة هتكون الأسرة والتماسك المجتمعي، ممكن يطلع فيها توصيات كويسة يعني أو توصيات مهمة ممكن تتنفذ على طول أو ممكن تروح لبعض التعديلات التشريعية. كويس. لأن طبعا أنا ما كانش عندي فكرة عن الحاجات دي كلها، لكن لما عدت أسمع بعض الناس بقى المتخصصين والخبراء وخبراء العلم الاجتماعي لقيت ان في بعض القوانين معمولة من زمن طويل قوي. صحيح. ايام ما كانت المرأة ما بتنزلش حتى من البيت ممكن، او مش مثقفة الثقافة، انما النهاردة بعد ما المرأة بقت مثقفة بالشكل دوت وبتعمل في كل الشغل وكلام، يعني صعب جدا ان انا اتعامل معها كأنها. صح. كائن ما يقدرش يدير او ما يقدرش يستثمر اموال اولاده حتى على الاقل يعني. فانا من وجهة نظري شايف ان في بعض الحاجات اللي ممكن تتعد، لكن كمان من الحاجات الحقيقة اللي انا شفتها وشايفها مهمة قوي انها ممكن تحصل بسريعا هي التعليم. لان في التعليم سريعا ليه بقى، هي سريعا تاخد القرار لكن ممكن ياخد وقت شويه، لان انا شفت فعلا في بعض الـ يعني الـ الراي والراي الاخر على موضوع مثلا الابنيه التعليميه، على موضوع كثافه الطلاب، ان في حلول خارج الصندوق وتحتاج الحقيقه شجاعه قرار. تمام.
فهل بقى القرار ده هيكون كده او لا؟ انا مش بس انا حاسس من الحاله اللي موجوده في التعليم ان في مخرجات ايجابيه، في مخرجات ايجابيه تحتاج قوه وسرعه، وانا اعتقد ان دول متوفرين يعني. ممتاز. طيب هبعدك شويه عن الحوار الوطني، مش هبعد قوي الحقيقه لانه جزء من الجو العام والاطار العام اللي احنا بنتكلم فيه. حضرتك كنت وزير في الحكومه لسنوات، ما اعرفش السؤال ده يعني اتسالك قبل كده ولا لا، بس هو ايه المشكله اللي ما بين الحكومه والناس؟ ايه الفجوه؟ هل يعني حضرتك دلوقتي مش مسؤول حكومي صح؟ حضرتك مواطن زيي. طبعا صح؟ طبعا. تمام، بتبقى قاعد وليك اعتراضات وليك مشاكل وليك ملاحظات صح؟ طبعا. لما بتقعد على الكرسي ايه اللي بيحصل بقى؟ هل ما بتشوفش نفس الامور بنفس الزوايا؟ بتشوف امور اخرى بتخليك تقول لا ده انا كنت فاهمي غلط وانا قاعد في كرسي المواطنين ودلوقتي غلط؟ طب ليه ما بتشرحهاش للمواطنين عشان ما يبقاش الفجوه دي؟ سؤالي ايه المشكله؟ لا، هي المشكله ان احنا يعني مجموعه الوزاريه مختلفه، يعني كل واحد له وجهه نظر في اداره الملف بتاعه، وبشكل او اخر في ناس بتحب تطلع تقارير وتقول ده اللي حصل 1 2 3 4، وفي واحد يقول للناس الحقائق كلها، واحد يقول لك لا ما تقدرش تقول للناس كل الحقائق لان الناس مش هتستوعب. فهو في اختلافات من طريقه التعامل، وفي واحد ملفه ما يكونش مثلا بيمس الاسره قوي فممكن يقول اللي هو عايزه، وفي واحد ما يقدرش ممكن الكلمه منه تاثر في الاقتصاد بشكل كبير فبيبقى متحفظ جدا في كلامه. فهي الملفات مختلفه، وجهه نظري مختلفه. لكن انا دايما اسلوبي يعني، وممكن ما يكونش صح او صح، دي حاجه ان كل ما بتشرك الناس معاك وكل ما بيبقى عندك شفافيه قوي والناس حاسه بالموضوع وعارفه الارقام وعارفه الاحداث وعارفه كل حاجه، بتقف معاك اكتر وبتشاركك اكتر، بتسهل مهمتك 100%. دي وجهه نظري دايما في اي حاجه يعني بتعامل فيها، بقول والله يا جماعه دي مشكلتنا 1 2 3 4، عايزين نحل الموضوع ده بالشكل الفلاني، واللي عنده اقتراح يقدر يقوله لي. طبعا ممكن يكون في حاجات تخص الامن القومي والحاجات دي ما تقدرش تعملها بالكلام ده، لكن بشكل او اخر في من وجهه نظري ملفات كتيره جدا ممكن يكون فيها شفافيه بشكل كبير، لان كمان العصر اللي احنا عايشين فيه ما بقتش حاجه بتستخبى خالص، يعني في تداول معلومات بشكل كبير قوي، والمعلومات لو بتطلعش تداول معلومات اجباري اجباري صح. فدي وجهه نظري يعني. طيب بناء على النقطة اللي حضرتك ذكرتها في الأول، وهي فكرة إنه في وزارات وملفات مختلفة كل واحد حابب إنه يدير بفلسفته وشخصيته ورؤيته، أمال فين فكرة الفريق الجماعي؟ يعني أمال مجلس الوزراء المفروض إنه، أنا مش بتكلم برضه عن مجلس الحكومة الحالية، أنا بتكلم بصفة عامة عشان أقرب بس للمواطن. الحكومة يقول لك دايماً أنتوا قاعدين ما بتحسوش بينا، دايماً ما بتتكلموش لغتنا، دايماً ما بتشكرناش معاكوا، أو دايماً ما بتسمعوش لشكاوانا وكذا. والعكس بالعكس، المسؤول يجي يقول لك لو تجيت قعدت على الكرسي وشفت اللي انا شايفه هتجري وتقول يا فكيك. فانا عايز اقرب بس المسافات، لان في النهايه احنا في خندق واحد او في مركب واحده مش عدوين. بالظبط. مش فين فكره الحكومه اللي هي فكره التيم، وفين المفروض رئيس مجلس الوزراء هو المايسترو اللي يخلي كل الوزراء يمشوا على نوته موسيقيه واحده؟ 100% طبعا الحكومه كلها بتبقى ماشيه على استراتيجيه واحده. لكن طبعا في تناول الملفات المعينه في اختلافات بسيطه، فروق فرديه. فروق فرديه ده 100%، لكن هي بتبقى برضو سياسه يعني. في ناس بتحاول بقدر الامكان تقول والله ان ده اقصى حاجه كنا ممكن نعملها، وده بتبقى طريقه، والله احنا عندنا مشاكل بس دي اقصى حاجه ممكن نعملها. وفي حد يقول لا والله احنا ممكن نكون مشينا في الملف ده، بس الملف ده بعد ما مشينا فيه لا لقينا ان الرؤيه اللي كنا ماشيين فيها دي مش مظبوطه قوي، فممكن هنعدل المسار في الحته صح. دي الحته دي لسه مش موجوده قوي عندنا في الثقافه الحكوميه قوي صح. يعني لسه هو مش يمكن موجوده. ده سبب، برافو عليك يا باشمهندس. ده يمكن سبب انه زي ما بيقولوا يسموها ايه، باي ديفولت يعني. المسؤول الحكومي بيبقى اقرب الى التكتم شويه، او اقرب الى السريه شويه، لدرجه حتى حضرتك شفت في اكتر من لقاء جماهيري السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيلوم الحكومه، يقول للوزراء اتكلموا مع الناس، فهموهم الوضع، ما تخلوش الناس تضرب اخماس في اسداس وانت بس غرقان في مشاكلك، اشركوا معاك. بالظبط. وهي بقول لحضرتك كل حد بيبقى يعني ليه طريقته في التعامل، ومقدر انا طبعا ظروف كل حد يعني. بس انا لما يعني حتى لما كنت في مره مثلا بعرض حاجات، فقلت للسيد الرئيس دي حاجات قدرت اعملها ودي حاجات ما قدرتش اعملها، ودي حاجات اتاخرت عليا ودي حاجات ما نجحتش فيها فعدت يعني. مفهوم. والسيد الرئيس بيستوعب يعني، يقول لك طبعا، طب ماشي عملت دي ايه، حليت دي ازاي، طب عملت كذا، طب كويس دي كذا، طب ما تيجي نشوف دي ايه المشكله يعني. مفهوم. اخيرا
حد كان مره وزير من غير ذكر اسماء طبعا لانه كان بيسر الي الكلام ما ينفعش اقول اسمه، قال لي في مره مشكله الحكومات المصريه انها محتاجه ماركتنج كويس، محتاجه تسوق لنفسها كويس وتتكلم بشكل كويس او حد يتكلم عن اللي بتعمله بشكل كويس. طبعا كل حد محتاج تسويق، لكن ممكن تكون وسائل التسويق مختلفه. يعني ممكن انا يكون التسويق بتاعي ان انا بقول ان انا كويس قوي وعملت حاجات كويسه وعملت كده، لا ده مش تسويق فالناس لو مش شعره بهذا الكلام على ارض الواقع هتحس ان الكلام ده مش منطقي. لا انا قصدي ان في بعض الاشياء الايجابيه بتبقى حاصله مش واصله للناس 100%، فدي مشكله في التوصيل. انا دايما اقتناعي كده، عشان تقنع الناس انك انت عملت حاجه كويسه لازم تقول الحاجه الوحشه الاول. فإذا قلت الحاجة الوحشة الأول هيقتنع أنك دي حاجة كويسة، إنما لو قلت أن كل الحاجات اللي بعملها كويس مش هيقتنع بيها. للأسف وقتي خلص، كنت عايز أطول معاك أكتر وأكتر، ده أنا لسه عندي ملف مهم جدا مش عارف، ده بقى محتاج قعدة تانية إن شاء الله تفضلنا باشمهندس خالد مرة تانية نتكلم بقى مع المحلل الفني والناقد الفني والسينمائي الكبير خالد عبد العزيز. انا فوجئت العالم صراحة، يعني ضعيف شوية على السوشيال ميديا بس وأنا بحضر للحوار من امبارح والنهارده دخلت لا لقيت في يعني احمد عبد الله احمد عبد الله ميكي ماوس يعني في التاريخ الفني وتحليل الافلام والحاجات دي، فدي عايزه قاعده لوحدها ان شاء الله. شرفتني ونورتني يا باشمهندس، تعرف دايما انا بسعد سواء بلقائك او بالحوار معاك، وكل التوفيق ليك في مشوارك القادم. شكرا جدا. شكرا يا فندم. شكرا لحضراتكم على المتابعه، وارجو ان الحوار يكون افادكم وامتعكم، وبكره حلقه جديده من اخر النهار. تصبحوا على الف خير.